اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكين والبين والزائل والذاهب يسبحه الأفل والمائل والطال والقارب ويوحد التك والصامت والجامد والذائب يضرب بعله الساكن ويسكن بفضله الضارب. حكيم نظر بديع كمه والعجائب في ترتيب ترقيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم المؤتلف متراكم مما إلا فيه يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه واتيب وبكم من الذنوب إليه هاريم فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من التين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأشياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو
آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال ونبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي يبعث من تهامه بين يديه القيامه في ظهره علامه تزله الغمامه تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ممي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباك ثاجب قدما قبلهم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين الناديب يداه تظهر بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن وذي يعفو ولا يواجب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قرب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قلب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما وحلت إلى تلك المعالم والملاعب فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب صاح الرضا ودنت تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب
نفسي دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حجيب تملى بالحبيب بكل قاستين فقد حصل الهنا حديثين ورد نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار الأنكب الأحبار قال ألمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صنوق فلما مات بي فتنته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويدسر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يجبرون الله تعالى لكل شرف يسفون في الصلاة كسفوفهم في القتال قلوبهم مسايفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثي يقولون الجنة بغير حساب وثلثي يدون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلثي يدون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا جواهر الوجود وخلاصة إكسير سر الوجود ماده قاسر ولو جاء ببذل المجهود وواسف عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله
الجليل أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم رأس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف ألقاب الرجل حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمله بلا ستر ولا حجاب فلما نوى نزهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أن كله في هذه ليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش واضطرب واستبشارا واسناد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولم تزل أمه ترى الوال من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. الحسيني مرحبا 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 نسعد مرحبا مرحبا
علما خوصان مرحبا مرحبا Yeah.